سبحان الله يا أخي، كل يوم بيطلع بوجهي هيك شيء جديد، يا أما أنتوا بتبعتوا لي شيء جديد عن هدول العاهات. في رجال بيفكر حاله أنثى دخل حمام نساء وبعدين زعل لأنه وحدة حكت له أنت رجال ما بيصير تدخل حمام النساء. لو هو شكله كأنثى شوي بس 1% كان ممكن أتعاطف معك 0.001% وأحكي يعني أوكي شكلك أنثى فتقدر تحكي أنه يا أخي ليش هيك حكت لي، بس شكله خليني أورجيكم إياه حتنصدموا من شكله. شكله ما بعرف كيف هو معتبر حاله أنثى. أي دولة أي كوكب هيك ممكن تكون الأنثى؟ لو هو أنثى أنا هيفا وهبي، ما بعرف شو هذا اللي عم بشوفه قدامي. خليني أورجيكو شكله وأورجيكو القصة اللي حكى فيها. هو قاعد بيعبر عن قصته الحزينة. Well, this is just lovely. I had a neighbor confront me for using the woman's restroom. I lived here for 4.5 years. Everyone should know that I'm a trans woman. I've always been known as Kaylee. I've always used she, her pronouns. هذا أنثى. أنتوا متخيلين أنه هذا أنثى وبيحكي أنه هو من سنين أنثى. طب على الأقل اللحية اللي عندك شيلها. أقل إشي بتقدر تسويه يعني عشان ممكن شوي نصدق أنك أنثى. شيل اللحية تاعتك على الأقل يا دب عشان نحكي إنك أنثى. I've been having some stomach issues because of Trulicity and I had to use the bathroom real quick and they're single use bathrooms and it's the only place that I feel safe using the woman's bathroom. Well, I got done and got out and this neighbor was talking to another neighbor and started pointing out the sign. I knew exactly what she was talking about because there's a big old woman sign and I'm like, is there a problem? She's like, yeah, you're using the woman's restroom, you're a man. And I said, I'm a trans woman. She's like, no, you're a man. طب معاها حق. تخيلي انت مثلا ساكنة في مكان وهذا المكان فيه حمامات للناس، تشوفي هذا طالع من حمام النساء، اكيد حتحكي له تفكرين مغلط، لو سمحت هذا بس حمام نساء، هذا مش حمام عاهات. انت ما بدك حمام نساء الصراحة ولا رجال، انت لازمك حمام عاهات. هيك يحطوا لك إشارة عاهة، ما بعرف شو حتكون إشارة العاهة، مثلا وجهك يحطوا على الحمام هذا، يخلوا بس حمام إلك أنت لحالك، لأنه مبين عليك دب كثير حتى، يعني ما أي حمام بيوسعك، فلازمك حمام الصراحة أنت إلك مخصص يبنوه. And she kept saying that over and over. And then she kept saying, you're not a she, you're a he, you shouldn't be using it, you're born a man, and just over and over. And honestly, I just lost it. Just lost it and just started screaming and swearing. I just couldn't handle it. This is my home. This is my safe place. I should be able to use the restroom. The apartment manager knows I'm trans. Everyone knows my name is Kaylee. المدير تاع المكان سلك لك عشان بس انت تستأجر عنده من الآخر. خلاص ما عليه انت متحول. اوكي اوكي استأجر هذا فلوس. خلاص ما عليك انت متحول، بده فلوسك بس. ما في حد في العالم بيصدق انه انت متحول، مستحيل. شوف وجهك يا اخي، اطلع على المراي. هاي الناس ما بتطلع على المراي قبل ما تطلع من البيت تشوف حالها؟ كيف انت بتعتبر حالك انثى يا حبيبي؟ لحيتك كامله اكثر مني، شوف اللحيه تاعتك. انا هون ما عندي لحيه، انت عندك في كل مكان لحيه يا اخي، شوي يطلع لك لحيه في عينك. جاي تحكي لي انت انثى؟ كيف هيك صارت الدنيا لعبه لعبه؟ اي حدا بيطلع بيحكي اللي بده اياه. And then my group of friends that I thought my friends were all starting to yell at me saying I escalated and because she had 2 kids. I didn't even see the kids. They were there and I just lost it. Fight, flight or freeze and I fought. You don't know what it's like to be a trans person. And then my one friend started yelling at me and none of them stood up for them. They blamed me that I was the one that was at fault. طيب انت حكيت انه لما هذيك حكت لك انه هذا حمام نساء ما بصير، انت من ولد كرجال فما بصير تدخل حمام النساء، انت صرخت وصرت تتعصب وتسب وسويت مشكله كبيره. طيب الانثى ما اتوقع هيك بتسوي صح؟ بنات ما بعرف انتو، بس ممكن تفهموني الموضوع. انا ما اتوقع الانثى بتعمل هيك. الأنثى أنا بعرفها رقيقة، ما بتقعد تصرخ وبدها تتضارب. الأنثى لما يصير معاها مشكلة تسكت وهيك، بتلاقيها صارت مسكينة، ما بتقعد ترد كلام وتصرخ وتسبسب قدام كل الناس لأنه هي أنثى. صح ولا لا؟ ولا لا أنت بس تعصب بتصير رجال؟ يعني أنت بتختار متى بدك تكون أنثى ومتى بدك تكون رجال. وصحابه قلبوا عليه، كل أصحابه قلبوا عليه، بيحكوا له أنه كيف يا أخي أنت هيك بتعمل تسبسب، لأنه المرة هذيك كان عندها طفلين معاها.
الطفلين يعني قعدوا يسمعوا المسبات، سمعوا كل إشي بيحكي، وقاعد بلوم أصحابه إنه ليش أصحابي ما وقفوا معي. أصحابك بيفهموا أصلاً، ما بعرف كيف هدول قبلوا يكونوا أصحابك، بس أصحابك طلعوا بيفهموا. أصحابه شكله خلص هيك يا الله شو بده. انت ذكر، اصحابك تعبوا منك، حتى اصحابك اللي هم على اساس مصاحبينك، ما بعرف ليش مصاحبينك الصراحة، اكيد في مصلحة بالموضوع، تشتري لهم انت عشاء، تغديهم ببلاش، في اشي بالموضوع، مستحيل لانه حدا يصاحبك وانت هيك في هالمنظر. انا اسف، وكمان بتفكر حالك انثى، ما حد حيصاحبك، انا اسف. فالمهم انه اصحابه ما وقفوا معه، حكوا له انت الغلطان، كيف هيك بتعمل؟ ما بصير تقعد تسبسب وتسوي كل هاي القصة بس عشان حكت لك استخدم حمام الرجال. شكلك رجال يا أخي، شو بدك متوقع؟ أكيد حتحكي لك، أكيد حتحكي لك استخدم حمام الرجال. شوف شكلك، اطلع على حالك في المراية يا أخي. When none of them stood up to me when this person kept calling me he man, like triggering and awful. Like I deal with enough on here. Like my apartment should be a safe place. There's nothing safe. For a trans person, there is nothing safe for a trans person. This is the life, and it sucks. طب انت حياتك بنفسك حكيت انه ما في اشي امن للمتحول، للشخص المتحول، لا تتحول. طيب ترى حلينا المشاكل. اوه لا تتحول، دام ما في اشي امن للشخص المتحول لا تتحول. ليش تتحول لو ما في شيء سهل للمتحولين؟ عيش في الاحلام هاي اللي انت في راسك والتخريف اللي صاير معك في بيتك عيشه، برا لا تفرض هذا الشيء على الناس. كمان بتحكي انه نرفزتك لما حكت لك هي، يلي ما بيعرف شو يعني هي وشي. هي وشي يعني مثلا انا رحت حكيت لرجال هو، لانه هو رجال، هو رجال، والانثى بتحكي هي، هي انثى، هاي الهي وشي، وهو بده الناس تحكي له هي. كيف بدك الناس تحكي لك هي؟ انت مش شايف منظرك يا اخي والله العظيم. And even when you have your friends don't have your back, and then my one friend Annette just starts screaming at me, and I'm like, start screaming back at her. I'm done. These are fair weather friends. These are not the friends that I need, want, and deserve. And if I can't find it here, I will find it elsewhere. So I don't know. I'm so fucking triggered and feeling so awful. Like, I just want to die. This fucking sucks. يا ريت. في كمان فيديو تاني ما بدي أورجيكم إياه، أورجيكم كل إشي صار فيه وشو هي حكت، لأنه بتقعد تحكي دقيقتين يمكن وكل اللي حكته آخر إشي ولا شيء. فاهمين علي؟ هيك إشي غريب جدا. المهم إنه هاي بتدرس بمدرسة وزعلت وتضايقت وراحت حكت مع المدراء تاعت المدرسة عشان في ولد ما حكى لها هؤلاء. What is that? لأنه هي نون باينري، لا ثنائية، لا ذكر ولا أنثى. مش في ناس مثلا بيحكي هو أكل ولا هي أكلت، هي لا مش ما بدها لا هي ولا هو أكل، لا هؤلاء أكلت، هيك بدها. إشي جدا غريب. المهم إنه هاي ما عجبها ومتضايقة وبدها تطلع من المدرسة بس عشان ما حكى لها واحد هؤلاء. تخيلوا مثلا أنتوا معاي هيك مثلا راحت تاكل، حدا يسأل وين راحت، هؤلاء بياكلوا إياهم. مثلا ما بتقدر تحكي هي بتاكل، لا، لا. هو بياكل، لا. لا هؤلاء لازم تحكي هؤلاء إياهم. هؤلاء أنت مش أكثر من واحد، أنت شخص واحد. شو هؤلاء؟ شو هاي ذم؟ ذي ذم؟ شو هذا يا أخي؟ شو هالقرف اللي قاعد بصير هناك؟ أنا هاي الصفحة اكتشفتها جديد، بتنزل كله أشياء هيك هبل عن هاي الناس لا نهائية، كل يوم بنزل فيديو جديد، يعني الهبل من كتر ما هو منتشر كل يوم هدول بينزلوا إشي جديد عن هاي الناس الغبية. I have a student in one of my classes that's homophobic, transphobic, sexist. Purposefully misgenders me. Back in September, I tried to get him moved to another class because it had just been an ongoing issue. And not only was he rude and disrespectful, he was just like not trying. كنت بدي أحضر الفيديو الصراحة، بس شفت 19 ثانية منه ما بدي أحضره. خلاص يا الله شو إنه غريبين هاي الناس، ما حد حيتقبلكو، ما حد حيتقبلكو. هؤلاء اسمعيني، ركزي معي يا هؤلاء، ما حد حيتقبلك
يا ذي ذم، أكيد حيتمسخروا عليك وما حيعدوا يحكوا لك هؤلاء في المدرسة. شو هذا يا أخي اللي عاد بصير إحنا عنا؟ هذا تطور جد؟ مشان الله يا أخي شو هالتطور؟ لو هذا هو التطور أنا بدي أرجع العصر الحجري، رجعوني يا أخي العصر الحجري، رجعونا على الأيام العشائر ولازم تروح تصيد غزال وتجيبه لأهلك تشوي، رجعونا لهاي الأيام. أنا راضي ولا إنه هيك يكون، ولا إنه أكون في هذا الزمن. أنا الزمن هذا اللي لازم الناس تحكي لوحدة هؤلاء وبس. والله طلع لي هذا المقطع وحبيت أورجيكم إياه. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب ونشوفكم على خير. فمعنا الله.